لاعب مصري يعتدي على فوز الإقجاع. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تعرض رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي الإقجاع للصفع من طرف الحارس الرابع للمنتخب المصري أمس الأحد بعد انتهاء المباراة. وحسب الجريدة ذاتها، فإن الحارس محمود جاد قام بصفع فوزي الإقجاع الذي كان حينها في مشادات كلامية مع أحد مساعدي كيروش. وأكدت ليكيب أن الحادث اضطر فوزي الإقجاع إلى التصعيد رغم أن الحارس لم يتعرف على هوية الإقجاع، وتوقع المصدر نفسه أن تصدر اللجنة التأديبية عقوبة قاسية في حق جاد قد تصل حد منعه من خوض مقابلة النصف، الأمر الذي سيجعل المدرب كيروش أمام خيار وحيد على مستوى حراسة المرمى، خاصة بعد إصابة الشناوي وأبو جبل. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.